الحب في زمن الغباوة. اي لبسها في البوفيه لابسة دي بقى ايه، فرحانة بصاحبتها خدت غطس. اللهم صل على النبي، ده كده زي الفل. ده بقى البامبرز كله وقع عليه، بيعمل برضه دعاية البامبرز عادي مكمل طريق. الست دي اكتشفت ان الكلب عامل علاقة مع القطة بتاعتها. ده هو عمل شقلباز تيشيرت في ذمة الله. ده بقى بيزود القطة، القطة عايزة تعرف مين اللي بيعمل لها كده. انا جاي ليه 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 يا لهوي، دول صحابك الاغبياء دول. اوبا ده انت ولا كريستيانو في زمانه. ده بقى الكلاب عايزة تطلع على المشاية بس يعني مش عارفة. عايز يخسسها بس يعني مش عارفة. هوبا ده صاحبك الغبي لما بيلعب معاك كرة سلة. انا عارف. ده بقى شوف الكلب بقى وذكاءه، اوب الفك في ذمة الله خلاص. دي بقى الستات ما تلعبش جيم يا جماعة، انا قلت 100 مرة. دي بقى الله شفتوا الكيكة اللي انا عملتها في ذمة الله.